في شهر رمضان المبارك يتزايد الطلب على الأكلات الشعبية التقليدية، ومن ضمنها الدبارة. وبما أن ولاية بسكرة معروفة بهذا الطبق، توجهنا إلى محل الزعيم بوسط المدينة، وهو أشهر محل في عاصمة الزيبان. حاجة زينة، كي تاكل دوبارة تاكلها قد قد. شفت الدوبارة اللي يقول لك أرواح دبر علينا باش واش ناكلوا. أنا حنا دبرنا عليهم درناها دوبارة. دوك اللي يجي لازم يدي دوبارة، وكون ما تعودش في الفطور، دوبارة تاعي واجدة في الفطور ما يفطرش. لازم تعود دوبارتي محطوطة في الطابلة، ياكلها ولا ما ياكلهاش. لازمتها محطوطة، هي لازم محطوطة بعد، وكي ما يديهاش. يسمط له النهار ما هي والله كيما نحكي لصاحبي ساعش الله ذني كيما يلحق الشغل هذيك نروح نشري له من برا ونجي نداوي له مام يقول لي داوي لي انت وخلاص. زبائن الزعيم يأتون من مختلف ولايات الوطن لاقتناء هذه الأكلة التقليدية لسر ما يخفيه محله حسب أقوالهم. عيشك. أعطينا السر لكن جيب لنا الدبر عند الزعيم. سر عند زعيم الدبر تاعو ما شاء الله ناكلوها لازم نرجع نشرو من هنايا هذه هي بارك الله فيك. وش علاه مسكرة يفطروا بالدبارة في رمضان؟ والله ما على بالي هذه عادة تاعنا من جدود. لازم الدبارة في رمضان تكون. لازم تكون ما كانش نقاش. الدبارة من عند حفيظ ما يجي ما عند حفيظ ما يجي دبارة. يعني ملي يديها من بلاصة أخرى ما ياكلش دبارة. هنا ما شاء الله الله يبارك. هم يجوا من الدوسن من ولاد جلال من الزريبة يدوا من هنايا ما شاء الله. انا من سكنت هنا في بسكرة دوباره ديما عند الزعيم ما شاء الله ما تقدرش تبدلو خلاص ها ما تقدرش تبدلو. الله اعلم السر تاعو راهو في يديه مش كيما الناس الكل تاكل عنده ما تزيدش تبدلو. دوباره بيسك الجو لما لما ان شاء الله ربي يبارك سما يخدم خدمه مليح. الدواء تلقاه مخدوم بيا الحمص والفول هذوك تلقاه طيبين بيا تسمى يعني ما شاء الله ربي يبارك. وبليجي يعني من قبل راحت فينا هذه بكري سما سيتو ملي يقبل شويه يعود بارد الحال الماكله سما ياكل الواحد ما يخافش كيما نقولوا لي مش كيما في السخانه شويه شنو نقص في الصيف ماشي كيما في الشتاء. ويبقى محل عمي حفيظ المعروف بالزعيم مقصد الجميع للاستمتاع بلذه الدبره خاصه في شهر رمضان.